افتتح وزير العدل المستشار عمر مروان متحف مقتنيات سرايا الحقانية بمحكمة الاستئناف بحضور محافظ الإسكندرية محمد الشريف. وقال رئيس محكمة استئناف الإسكندرية المستشار عبد الملك القمص مينا، قال إن المتحف يضم مقتنيات وزارة العدل في أشهر القضايا، منها قضية ريا وسكينة وصور نادرة ومحاضر ومستندات أصلية لأشهر القضايا في التاريخ، والتي كانت متواجدة في مبنى سرايا الحقانية القديم. أقدم محكمة شهدت أكبر المحاكمات في التاريخ، وحرصت وزارة العدل على الحفاظ على هذه المقتنيات النادرة ووضعها في متحف وحمايتها. النهاردة بنشهد مرحلة تانية من مرحلة كنا بدأناها منذ عام تقريبا، وهي مرحلة توثيق التراث القضائي في محافظة الإسكندرية. احنا بنتكلم على هذا التوثيق، احنا بنطلع كنوز كانت مخزنة في دواليب وفي أرشيف لا قيمة ولا أحد يدري بهذه القيمة الكبيرة للمستندات والوثائق والكتب المخزنة.